تستنكر مملكة البحرين بشدة بقيام الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن استهداف هذه البقعة المباركة يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض وعملا إجراميا دنيا تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية. وتؤكد مملكة البحرين وقوفها صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مطالبة في الوقت ذاته جميع الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الأثيم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه. وتشدد مملكة البحرين على موقفها الثابت الداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم لهذا البلد الشقيق، وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من القيام بكافة مهامها وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.